هاد المدرسة في قيادة المساعدة جامعة ولاد بن حمو. المهم هاد المدرسة ما كاينش اللي تفكر في هاد المدرسة كاع مرة. القبرة هادي من عقلت من كنت انا باقي صغير، ودابا هي مبنية هاد المدرسة وما كاينش فيها العناية بخطرة، ما كاينش العناية بصفة نهائية، وما كاينش شي مسؤول ولا شي حاجة كيجي يراقبها. نشوف الأزبال كيف دايرة، شوف الميكا كيفاش دايرة، شوف الشراجم كيدخلوا منهم العادي والبادي، وما كاين لا وقاية لا حراسة لا يديك لا يخليك في الجامعه دي. بغينا نعرف شكون هذا المسؤول اللي كيراقب سميت هذه المدرسه هذه، واش في الصيف في الشتاء اش من فصل، ما عدا حتى فصل هذه تيجي المعلمين تيجيو يلقاو الازبال الدراري الصغار هما اللي تيبقاو يجمعوا الميكو وهذاك الشيء وهذاك هذاك المسائل ديال الباسوره. الدرس ديالها مقلع، ما كايناش فيها هذاك الطواليط، واش كاين ولا ما كاينش هذيك البلاصه راه طواليط عيان طواليط عيان هذه دايرين بحال الباسطه، ماشي شي بنين اساسي بحال الباسطه هذه طلعوا في سيمانه ولا ما كامله صافي طلعوا بناوها صافي لهاد الحفله. كاين على القصدير من الفوق ما كاينه لا كليمه ما كاينه لا ما ما دخلها فين، وهاد الماء اللي دخلها فين، وهاد الطواليط اللي دخلها ما كايناش شي مسؤولين هناك في خطره. وعاد ما ديرش ليها التاسيس ديال المدرسه، ما كايناش الموقع ديالها تكون عاليه القياس ولا القياس فين هو الطريق اللي يجي لهاد المدرسه هذه، ما كايناش هما كيجيو ولكن كيجيو كنبقاو مكرفسين في الشتاء راه كيتم واجهين هنايا كيتخطروا حتى الاساس ده كيتكرفسوا صح، كيتجمعوا كلهم في قسم واحد تيدحسوا كل شيء في قسم واحد كيبقاو قري هذا وهذا وهذا. وانا هنا راه العربون يبان لكم راه الرؤيه توريك راه الميكا فين هي كتقطر، راه الميكا علاش مغطيه ديال الميكا، هو القصدير هو مجدود بالشميط شوف كيفاش داير. سمعنا ان الدراري هما تيجمعوا الفلوس بيناتهم باش يطلعوا باش يشروا الميكا ولا باش يركبوا البلاصه. بصح هما كاين شي المساعده، كاين هاد الهضره من الجماعه ولكن ما كاينش اللي يوقف معاهم حتى الدراري اللي يزيد دعمهم اكثر. نص ديال التلاميذ غادي يمشيو هاد العام هذا، غادي يمشيو للدوار اخرى غادي نقراو فيه المركزيه المدرسه المركزيه. ودابا المشكل هي الطريق بعيده شويه وجايه الشتاء والبنات ماشي زعما كما مازال الاولاد راه ماشي مشكل، البنات كي غادي هما راه هي كاينه استراتيجيه بان غادي تكون مدرسه هنايا غتبنى مدرسه، ولكن فوكاش الله اعلم غنبنيها اليوم غدا اليوم هاد العام باقي ما كاينش شي جديد. وهما تيقول لك كل عام تيقول هاد العام غادي تبنى هاد العام غادي تبنى، وانت كتشوف الدراري دابا كما قلت لك نصف الدراري غادي يمشيو هاد العام للمدرسه المركزيه، المدرسه كامله كتقطر انت كتشوف الميكا والدك ما تواصلتوش مع المسؤولين؟ لا تواصل ما كاينش حتى شي واحد لهنا باش غادي يتواصل معاه، ما غاتواصل المدير كيهضر معاه تيقول لك راه هاد العام ان شاء الله تكون شي حاجه لا ما تكونش شي حاجه. بل هاد المدرسه مدرسه في ولاد مجموعه مدارس ولاد قزولي عندها اشكاليات بزاف كاع. هو الاساس المدرسه قديمه يعني تبنات في تقريبا في 1996 نقولوا هكاك تقريبا، وهي راه اكثر انا اللي عاقل مثلا راه قريت فيها يلا تحضيري قريت في هذه المدرسه هذه. يعني دابا كاينه اشكاليه اخرى هو ان الدراري ديال السادس غيمشيو حتى للمركزيه، ومشكل كبير بزاف بالنسبه للدري صغير وغيمشي حتى للمركزيه راه كبير بزاف عليه، وانا تشري ليه بيكالا مثلا باش يمشي. كاينه الطريق قاصحه، كاينه التروبورتورات ديال الاخر كيوقعوا لينا كسيد الله يستر. اما بهاد المسؤول كنطالبوا من المسؤولين انهم يسارعوا في الاصلاح ديالها. انا بيدي تنطوع وكندير بزاف هنايا في هذه المدرسه هذه وخصوصا كاين واحد هنايا مثلا ديال يعني الشباب ديال الدوار كيجمعوا واحد الرمزيه مثلا كيعطيوها باش كيتعاونوا ويشريوا الميكا ويغطيو هاد السقف ديال المدرسه. وكنطالب من المسؤولين انهم يسارعوا في هاد الاصلاح ديالها.